الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الحكومة السورية والائتلاف المعارض. الميادين علمت أن الوفد الحكومي السوري في جنيف تقدم بمشروع بيان لإدانة مجزرة معان في ريف حما. الوفد طالب الأمم المتحدة بموقف واضح في اجتماع جنيف من هذه المجزرة وما سبقها من مجازر، ويطالب مشروع البيان بإلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن هذه السياسة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن. وأكد أن هي حديثا عن حل سياسي يجب تهيئة المناخ الملائم له عبر مكافحة الإرهاب. وكالة رويترز وفي وثيقة قالت أنها حصلت عليها نقلت عن المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي قوله أنه سيطلب من وفدي الحكومة السورية والائتلاف السوري إعلان أن لديهما الإرادة السياسية لحل القضايا المطروحة. أضافت رويترز أن الإبراهيمي أبلغ الوفدين أنه يعتزم تناول قضيتي وقف العنف وتشكيل هيئة حكم انتقالي، ويأمل تناول قضايا المحافظة على مؤسسات الدولة وإصلاحها والمصالحة الوطنية في هذه الجولة الثانية من محادثات جنيف وفق الوثيقة. وننتقل مباشرة إلى جنيف إلى وفد الميادين المتواجد هناك، وأرى بالشاشة مفد الميادين كمال خلف لنطلع منه على ما حمل وما سيحمل هذا اليوم الأول للجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2. إليك كمال. رامية شكرا جزيلا. مشاهدينا سلام الله عليكم من هنا من جنيف المدينة السويسرية التي تحتضن المفاوضات بين الحكومة السورية وبين وفد الائتلاف المعارض. كما ذكرت رامية في المقدمة فإن هذا اليوم عقد الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي لقاءين كلا على حدة منفصلين مع وفد الحكومة السورية أو وفد الائتلاف أولا، ومن ثم وفد الحكومة السورية الذي انتهى الاجتماع معه قبل قليل. بعد اجتماع وفد الوسيط الدولي بوفد الائتلاف خرج عضو وفد الائتلاف السيد لؤي الصافي بمؤتمر صحفي. سنستمع إلى هذا المقتطف من المؤتمر الصحفي للؤي الصافي، نتابع. طبعا احنا طالبنا بشدة أن يتم وقف كل أشكال العنف، خاصة العنف الموجه للمناطق السكانية للمدن والقرى. هذا العنف غير مقبول ويجب أن لا يكون جزء من المفاوضات. خرق يعني استهداف مناطق سكانية هي جريمة ضد الإنسانية، يعاقب عليها القانون الدولي، ويجب أن تكون هذه ممنوعة، والمجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقف واضح مباشرة. نحن ندعو كل شرفاء في العالم والمجتمع الدولي وقادة الدول القادرة على التأثير في هذا النظام في وقف هذا العنف، ونطالب روسيا التي تدعم النظام بالسلاح وبالغطاء الدولي ضد أي قرار دولي يدينه، نطالبها أن تتخذ موقف حاسم لوقف عنف النظام ضد الشعب السوري. إذن تفاصيل أكثر مشاهدينا حول ما قاله لؤي الصافي في المؤتمر الصحفي الحالي، وأيضا مجمل ما جرى هذا اليوم منذ الصباح. معي الآن مباشرة مفدة الميادين ديما نصيف أيضا من مقر الأمم المتحدة. ديما، بداية نريد نقاط التي ذكرها لؤي الصافي بعد اجتماعه بالإبراهيمي، وأيضا حصيلة لما جرى منذ صباح هذا اليوم، تفضلي. نعم كمال، يعني في الحقيقة من الواضح أن وفد الائتلاف في جولة ثانية لمفاوضات جنيف يحاول التركيز على أو يعني إعادة التركيز على موضوع تشكيل هيئة حكم انتقالية، لأنه يجد فيها هي البيئة الوحيدة التي ستؤسس لعملية سياسية وأيضا لوقف العنف. ومن الواضح أنه عاد للتركيز أيضا على مسألة وقف العنف في مسائل يعني يتحدث فيها عن فك الحصار عن المناطق المحاصرة، وأيضا عن وقف العنف بالمناطق كحلب ودارية. ركز لؤي الصافي على هاتين المنطقتين وقال بأن
حلب قد قصفت بالبراميل المتفجرة أو تقصف بالبراميل المتفجرة منذ أكثر من حوالي الشهرين، وأن هناك ما يزيد عن 1805 مدنيين هم ضحايا عنف النظام أو ما أسماه بعنف النظام منذ الجولة الأولى لجنيف 2. وكذلك أيضا تحدث عن دارية وبأن هذه المنطقة قد قصفت بمئة برميل متفجر في الآونة الأخيرة. طبعا من الواضح أيضا كمال بالمقابل بأن هناك يعني رغم أن هذا وقف العنف أو موضوع يعني وقف إطلاق النار هو من أولويات وفد الحكومة السورية أو هو البند الأول الذي يتحدث به بيان جنيف 1، ولكن يبدو بأن وفد الحكومة السورية يتحدث عن وقف العنف بمفهوم أوسع، وهو أيضا بالمقابل أن توقف الدول الداعمة لما تسميها الحكومة السورية الداعمة للإرهاب، أيضا أن تتوقف عن دعم المسلحين ودعم الإرهابيين وإغلاق الحدود في وجه مجيئهم أو دخولهم إلى سوريا. طبعا يحاول الإبراهيمي بحسب ما عرفنا من بعض مصادر الائتلاف وخاصة من السيد أنس العبدة بأن الإبراهيمي يحاول التوأمة إن صح التعبير بين الأولويتين اللتان يعني يطرحهما كلا الوفدين في وقف العنف في وقف العنف وكذلك في تشكيل هيئة حكم انتقالية. وتم طرح أيضا أربع نقاط بالمقابل، هي في وقف العنف وتشكيل هيئة حكم انتقالية والحوار الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة، وربما تكون نقاط هي طبعا نقاط مذكورة في بيان جنيف 1 وهي المادة العاشرة من هذا البيان، ربما تكون أو يحاول الإبراهيمي من خلالها أو من خلال طرحها اليوم أن يكون هناك نقاط تلاقي قد تنطلق فيها الجولة الثانية بشكل أفضل من الجولة الأولى. أيضا بالمقابل نهاية كما أكد أيضا السيد أنس العبدة بأنه تم تقديم إلى الإبراهيمي طلب بزيادة عدد ساعات اللقاءات وأيضا زيادة عدد جلسات عفوا وزيادة مدتها، لأن ما هو مكرس حتى اللحظة هو غير كافي لنقاش كل شيء، وربما يحتاج مؤتمر طيب جنيف إلى عشرات الجولات ليصل كلا الطرفين إلى نقاط مشتركة بينهما. نكتفي بهذا ديما، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أيضا مشاهدينا في رد على سؤال لموفدة الميادين لعضو الائتلاف السيد منذر أقبيق حول سبب عقد الجلسات بشكل منفصل، أجاب على هذا التساؤل، سنعرض الإجابة له. يعني هلا هي موضوع انه السيد الاخضر الابراهيمي قرر هالمره هي انه يكون الاجتماعات منفصله، يعني هو كوسيط يعني عم يقوم ببعض الخطوات اللي من شأنها يمكن انه هي تحسن من طريقة العملية كلها سواء كيف بتصير يعني كيف يبدو انه هذا تحليل وليس معلومات، انه هو ممكن يعني عن طريق الاجتماعات المنفصلة يحاول انه يستخلص مشتركات بحيث لما يكون في مشتركات يرجع يعمل اجتماعات سواء. إذن السيد منذر أقبيق يتحدث عن آلية التفاوض التي تجري حاليا. معي هنا للتعليق على مجمل هذه المواقف وأيضا لمعرفة ماذا جرى فيما يخص الجلسة التي عقدت بين وفد الحكومة السورية وبين الوسيط الدولي السيد عمران الزعبي وزير الإعلام السوري. مع الوزير حياك الله. حياك الله، مطرناك كثير والطقس بارد، لازم يعملوا مقر صيفي للأمم المتحدة بشي مدينة دافية بدل مقر شتوي. ما الذي جرى في الجلسة اليوم؟ طبعا الجلسة هي للتشاور في الأساس حول الأولويات وكيف سيبدأ النقاش، لكن كما تعلم هناك مأساة ارتكبت في سوريا في منطقة معان، قرية معان في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حما، وذهب ضحيتها العشرات منهم نساء ومنهم أطفال ومنهم معاقين، للأسف أربعة منهم معاقين قتلوا بدم بارد من قبل مجموعات الإرهابية المسلحة. فتقدم كبير المفاوضين والوفد السوري إلى الوسيط الدولي بمشروع لبيان لإدانة المجزرة، والوثيقة هي مع السيد الإبراهيمي الآن. سلمتها للسيد الإبراهيمي؟ سلمت للسيد الإبراهيمي، وطلب من بموجب هذا البيان أن طلبنا من السيد الإبراهيمي أن يدين هو بنفسه هذه المجزرة بصفته ممثلا للأمين العام للمتحدة. ماذا قال؟ أنا لا أستطيع أن أجيب عليه، لكن أقترح عليكم أن تسألوه في أي مؤتمر صحفي يعقده لاحقا ما هو رأيه بما حدث،
وماذا قال؟ غير موضوع الوثيقة، ماذا جرى في الجلسة المغلقة؟ نحن طبعا لدينا فهمنا لبيان جنيف، وهذا الفهم غير خارج عن سياق البيان بذاته، بمعنى نحن فهمنا المنطقي لبيان جنيف، الموضوع لبيان جنيف، أن هذا البيان كتب على عدة صفحات فيه حيثيات وفيه بنود، وأن أي نقاش يجب أن يكون منسجما أساسا مع طريقة قراءة البيان، بمعنى أن يقرأ البيان من سطره الأول حتى سطره الأخير بالتسلسل، فيناقش من سطره الأول حتى سطره الأخير. البعض يريد أن يقفز مباشرة إلى مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية ويعتقد أننا نخشى من مناقشة هذا مع الوزير كامل الجولة السابقة، هذا التركيز على الموضوع. ما زال اليوم في المؤتمر الصحفي السيد لؤي الصافي قال ركزنا على نقطتين، العنف، وقف العنف، وهيئة الحكم الانتقالية. وعندما سألت أنا في المؤتمر الصحفي أنه ركزنا تعني من، يعني هل ستكون الأرضية المتوافق عليها، قال نعم ستكون الأرضية المتوافق عليها نقطتين، العنف وهيئة الحكم. هذا الكلام صحيح؟ لا أدري متوافق عليها بينهم وبين الوسيط أو بينهم وبين بعضهم البعض، لا أدري، لكن لسنا طرفا في هذا التوافق. نحن نريد أن نبدأ بنقاش عنوانه نبذ العنف ومكافحة الإرهاب، وهذا واضح وقطعي ونهائي كبند أول، لا نقاش حول أي مسألة أخرى قبل ذلك. هناك دماء تهدر، وهناك أرواح يعني ترتقي إلى السماء، وهناك خراب، وهناك دمار، وإلى آخره. نبذ العنف ومكافحة الإرهاب هي الأرضية الصلبة المتماسكة المتينة الأساسية التي يمكن البناء عليها بخطوات سياسية وبخطوات غير سياسية لاحقة فيما بعد، تمام. لذلك لا معنى لأي نقاش، لا معنى مش لا معنى سياسي، لا معنى موضوعي، لا معنى على الأرض له، تمام، لا ارتسامات على الأرض له، لا نتائج له، إذا لم نصل إلى اتفاق واضح وصريح حول العنف والإرهاب. وهذا الاتفاق الواضح والصريح يجب أن يكون مفهوما أنه لا يشمل فقط المجموعات السورية المسلحة، الإرهابية المسلحة ومن يمثلها سواء في جنيف أو في غير جنيف، إنما يجب أن يشمل أيضا الدول الداعمة للإرهاب في سوريا، المملكة السعودية وقطر وتركيا وممرات التهريب في الأردن وإلى آخره. بالمناسبة مع الوزير، عندما اتخذت السعودية بين الجولتين، يعني بعد الجولة الأولى، اتخذت قرارا بمنع أو محاسبة السعوديين المواطنين الذين يذهبون للجهاد بين قوسين في سوريا، هل لهذا علاقة بما يجري في جنيف، أي أن طرفا ما ضغط على الحكومة السعودية، وكيف تعلقون على مثل هذا القرار السعودي؟ بكل بساطة، بتعرف شو معناته هذا القرار؟ هذا القرار عم يقولون للسعوديين اللي غادروا أعكن ترجعوا على السعودية، لأنه بدنا نحبسكم، يعني إذا كان بده يصير في حبس فعلا one way طريق باتجاه واحد. هاي أولا. ثانيا، ما في حدا من المقاتلين دخل إلى سوريا عن طريق المنافذ الرسمية وقاتل بسبوره أنه والله هو داخل يقاتل في سوريا، كلهم دخلوا من تهريبا إلى سوريا، وبالتالي لما بيرجعوا لبلادهم، لفرنسا ولا لبريطانيا ولا للكويت ولا للإمارات ولا أي دولة أخرى، ما راح يكون واضح أنه وين كانوا موجودين. ثالثا، رغم أن مثل هذا القرار يعني أولا متأخر ويفتقد معناه ومبنى، يفترض أن تتخذ السعودية قرارا صريحا وواضحا بأنها ستتوقف فعلا عن دعم الإرهاب، تمويل وتسليح وإيواء ومحطات تحريض إعلامي، وأموال تدفع لمحطات إعلامية، وأموال تدفع في هنا وهناك. هذا هو المطلوب، مش المطلوب أنه والله السعودي اللي بده يرجع بدنا نحبسه، يعني أنه لا ترجع أولا، وثانيا لما بدك ترجع كيف بدك تكتشفه، يعني أنه يعني بيضربوا بالمندل بسعودية بيفتحوا. طيب، مع الوزير في المؤتمر الصحفي للسيد لؤي الصافي أيضا حمل الحكومة السورية بشكل واضح ومباشر وصريح مسؤولية خرق وقف إطلاق النار في حمص. أولا، هذا الكلام مردود عليه شكلا ومضمونا، وهو كلام سخيف وتافه ولا معنى له، سخيف وتافه ولا معنى له، لا بالسياسة ولا بأداب السياسة ولا بعلم السياسة ولا بعلم التفاوض ولا بأي لغة، لسبب بسيط ما بعرف إذا عندهم حدا بالوفد الآخر أو الخبراء اللي جايبينهم معهم من كذا دولة أو الممولين، إذا بيدروا هلأ خبراء وفد الائتلاف ليسوا سوريين؟
بعتقد ليسوا سوريين، والدليل على ذلك أكيد. الجلسه الماضيه الجوله الماضيه معهم خبراء اجانب. الجوله الماضيه كنا نستقبل وثائق يقدموا وثائق باللغه الانجليزيه واعلنا ذلك تمام، وهن مش مضطرين، احنا مو وفدين جايين، يعني انا مو وفد هندي وهن وفد امريكي عم نتناقش مع بعض، يعني هن وفد سوري ونحن وفد سوري. تشعرون انه في احد يتفاوض معكم من خلال الائتلاف؟ لا مش يتفاوض، هدول خبراء اللي بيقدموا دراسات وبيقدموا افكار وبعدين بيرجعوا بيحللوا شخصيه الوفد المفاوض وبيبتكروا، يعني بتعرف هي وانت كنت مبتسم او سعيد او تم احرك ايده اليمين وكان لابس غامق لابس فاتح تبع بسموه لغه الجسد وما لغه الجسد الى اخره. هن مش عارفين انه هي مو ماشيه بين السوريين مع بعضهم البعض بكل الاحوال. اولا نرجع للفكره الاساسيه، يوجد على اليوتيوب على النت، وهذا سلم للوسيط الإبراهيمي وسلم لجهات أخرى، تصريحات صادرة من قادة مجموعات مسلحة في حمص القديمة تعلن صراحة وحرفيا أنها ستطلق النار على أي سيارة تحمل الأغذية أو سيارة إسعاف تدخل لنقل المرضى أو على أي مدني سيخرج. ومع ذلك من منافذ مختلفة خرج أمس بجهود الحكومة السورية والأمم المتحدة، السيد يعقوب الحلو ممثل المقيم هناك، وهذا ما له علاقة بجنيف ولا له علاقة بالوفود بوفد الائتلاف في جنيف، 611 مواطن كانوا محتجزين كدروع بشرية، وقبله خرج 83 مواطن أيضا كانوا محتجزين كدروع بشرية. لذلك لا حدا يجتهد، يعني مثلا نحن بنقول بالقانون لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في الحقيقة، في مورد الحقيقة. هذه حقيقة مثل هذه الاتهامات مع الوزير يعني تعتقد أنه من الضروري أن يكون في جنيف هنا في المفاوضات نوع من تحديد المسؤولية سواء عبر الوسيط الدولي أو عبر جهة دولية؟ أولاً تحديد المسؤولية أولاً هذه هي مش مهمة الوسيط وليست من مهمة الاجتماع في جنيف وليست جزءا من هذا الكلام كله. هذا في كلام آخر الحكومة السورية، هناك جهات في الأمم المتحدة أخرى تشتغل عليه. طرحه أو محاولة طرحه أو زجه أو شوية بروباغندا على الإعلام تمام، ونوع من الاستعطاف وتوجيه الاتهامات والنظام لآخره، كل شيء في له شيء، يعني لكل سؤال جواب تمام. واضح الكلام والكل الناس بتعرف على الأرض بما فيهم الأمم المتحدة بما فيهم موظفي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الذين أصيبوا، في 4 مصابين من موظفي الهلال الأحمر، في سيارتين مدمرتين للهلال الأحمر، وبيعرفوا من أين أطلق النار. النار أطلق من مجموعات مسلحة على مجموعات مسلحة وعلى عمليات الإغاثة الداخلة يعني منع العملية من النجاح. طيب معالي الوزير، مصادر نقلت يعني بأنكم في الوفد السوري ممتعضين من الوسيط الدولي وبأنه أقرب ربما لوفد الائتلاف منكم، هذا الكلام صحيح؟ لا شوف، أولا ليس لدى الوفد السوري، عم نحكي على الوفد مش عم نحكي على الأشخاص. أنت عم تحكي الوفد، أنت بالنسبة لك الموضوع محسوب. لا بالنسبة للوفد ليس لدى الوفد السوري شعور شخصي، شعور شخصي للشخص، هناك شعور عام. الشعور العام هو أننا نريد، هذا جوهره، أن ينجح مؤتمر جنيف في الوصول إلى أهدافه وأن يكون الوسيط سببا في هذا النجاح، وبالتالي أن تكون هذه الوساطة وساطة حقيقية بمعنى أنها في منتصف الطريق بين الطرفين. وعارف أنت الوسيط معرف لغة واصطلاحا، لغة ما هو معنى الوسيط واصطلاحا ما هو دور الوسيط، هذا هو موقفنا من المسألة. ليس لدينا مشاعر شخصية تجاه الرجل. طيب. لا بنكره ولا بنحب هالمسألة، هي مسألة مش محل كره وحب. تزامنا مع ذلك طالبت كل من قطر السعودية تركيا باسم مجموعة أصدقاء سوريا، يعني تزامن مع انعقاد هذه الجولة، عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الحكومة السورية فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، كيف تردون على ذلك؟ يا أخي هالأصدقاء هدول يعني اللي ذكرتهم وغيرهم، يعني ملا أصدقاء، هيك نحن بنقول، ما أعرف بسوريا بلبنان بيقولوا ملا صديق، ملا صديق إنه يعني ملا صديق. هذا على كل الأحوال هم سلكوا هذا الطريق وطرق أخرى كثيرة
هذا يعتبر من الطرق الحسنة بالنسبة لسلوكهم الآخر. يعني أنت في لما بتبعت سلاح وبتقتل وبتفخخ سيارات وبتدرب ناس وبتعمل معسكرات تدريب وبتبعت كميات بالدعم والأموال، هذا سلوك خلي، هذا يعتبر سلوك قياسا لهذاك السلوك يعني مخفف. مخفف. على كل حال هنن بيقدروا شو بدهم يساوي ونحن منقدر شو بدنا نساوي. أنا أشكرك جزيل الشكر معالي وزير الإعلام السوري أستاذ عمران الزعبي. شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا عودة مباشرة إلى استوديوهاتنا. وفي سياق متصل، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني المعارضة حسن عبد العظيم حمل رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد الجربة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسؤولية عن عدم مشاركة هيئة التنسيق في مؤتمر جنيف 2، مشيرا إلى عدم تجاوب الجربة خلال محادثتهما في القاهرة. ذهبنا إلى القاهرة والتقينا بالسيد أحمد الجربة وشخص آخر الأستاذ قاسم الخطيب، وبحثنا دعا للمشاركة للهيئة أو مشاركتنا في مؤتمر جنيف 2 في العاشر من الشهر الحالي، فقلنا له يعني ما عاد في غير أيام ونحن كنا ندعو للقاء تشاوري معكم في المرة الماضية، نعمل لقاء تشاوري في القاهرة بحدود 340 شخصية مشان نحط برنامج واحد ونشكل وفد وازن ومعقول وندخل بصوت واحد، وباعتبار أن نظام الحدود الحكومي داخل وفد واحد وصوت واحد برنامج واحد فينبغي أن يكون ذلك. لكن علقنا المشاركة لأنه لا تم ذلك، وكان فيه نوع من محاولة تجاهل هيئة التنسيق الوطنية أو عدم وفي جديد ملف الراهبات المخطوفات من دير مرتقلة في معلولة، أكدت مصادر للميادين أن الراهبات موجودات لدى جبهة النصرة في يبرود وأن خاطفهن كويتي الجنسية. وكشفت أن الجهة الخاطفة تواصلت مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم والقطريين وأبدت استعدادها لإطلاق سراحهن. وبحسب المصادر فإن قياديا سعوديا في جبهة النصرة مرتبط بالمخابرات السعودية عرقل اتفاقا لإطلاق سراح الراهبات. واشترط القيادي السعودي 3 شروط لإطلاق الراهبات، هي اختيار وسيط غير قطر وإطلاق 500 سجين من جبهة النصرة من السجون السورية واللبنانية وتعهد دمشق بعدم مواجهة أو مهاجمة يبرود بعد إطلاق الراهبات. وفي موضوع المطرانين بولس الياسجي ويوحنا إبراهيم، كشفت مصادر خاصة للميادين أن المطرانين المخطوفين لم يعودا بيد مجموعة واحدة من مسلح المعارضة. قالت المصادر أن مجموعة مسلحة استطاعت بفعل التغيرات العسكرية الوصول إلى مكان المطرانين، لكنها لم تجد إلا واحدا منهما وهي لا تعرف مكان الثاني. المعلومات ذكرت أن المجموعة لا تريد نقل المطران إلى لبنان مباشرة ولا تريد إجراء مفاوضات مع المدير العام لقوى الأمن العام اللبنانية اللواء عباس إبراهيم، بل ترغب بتسليمه للسلطات السورية وتجرى مفاوضات أو تجري مفاوضات في هذا الإطار. المجموعة تواصلت مع مختار لماني مساعد المفد الدولي إلى سوريا وطلبت منه ممرا آمنا لنقل المطران إلى مناطق سيطرة الحكومة في إطار صفقة ما. أما التواصل مع المجموعة فمستمر، لكن المشكلة في أن مقرها اسطنبول ما يعرضها لضغوط تركية. وأضافت مصادر الميادين أن إثباتات مع لماني تؤكد وجود المطران لدى هذه المجموعة. وفي تطورات الميدانية وتحديدا في ريف حما، قتل قرابة 50 شخصا على الأقل من أهالي قرية معان بعد سيطرة المسلحين عليها. المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن بين القتلى 10 أشخاص من عائلة واحدة. وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية وصفت ما جرى بمعان بالمجزرة.
وكان مسلحون من جبهة النصرة ولواء أحرار الشام قد سيطروا على معان بعد معارك مع الجيش السوري. الله أكبر الله أكبر. إلى ذلك أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى انسحاب مقاتلي داعش اليوم من كامل محافظة دير الزور شرق سوريا بعد 3 أيام من القتال مع كتائب مسلحة بينها جبهة النصرة. وفي حلب سيطر الجيش السوري على كرم الطراب وعلى أجزاء من المعصرانية شمال غرب مطار حلب الدولي والنيرب العسكري. تقدم جديد للجيش السوري في حلب، فقد استعاد السيطرة على كرم الطراب وأجزاء من المعصرانية شمال غرب مطار حلب الدولي والنيرب العسكري. عملية الجيش السوري العسكرية تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي يقوم بها لتوسيع الطوق في محيط المطار وتأمينه خاصة من الجهة الغربية. معروف أن المنطقة تطل على الأوتوستراد المؤدي إلى الرقة. وفي إدلب نفذ الجيش السوري عملية عسكرية استعاد خلالها السيطرة على بلدة مصبين الاستراتيجية شرق أريحة في ريف محافظة إدلب. السيطرة تمت بعد معارك عنيفة مع مسلحي الجبهة الإسلامية وجبهة ثوار سوريا الشام. تكمن أهمية مصبين في وجودها على طرفي الطريق الدولية حلب اللاذقية وإطلالتها على جبل الزاوية وجبل الأربعين، موقع مكن الجيش من قطع طريق الإمداد عن المسلحين باتجاه جبل الزاوية. يبدأ اليوم تنفيذ المبادرة السياسية لإنهاء أزمة مخيم اليرموك بعد انسحاب جبهة النصرة منه بحسب صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية. وفي حمص تستمر عملية إخراج المدنيين من الأحياء القديمة في إطار الاتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة السورية. وقد أجلي 600 مدني من حمص القديمة معظمهم من النساء والأطفال. ضابط سوري منشق يلقى عليه القبض في لبنان، خبر ضجت به وسائل الإعلام. الأسئلة المطروحة كثيرة في مثل هذه الحالات، هل كان العقيد يحضر شيئا انطلاقا من لبنان؟ وهل في هذه الحالة يجري أو سيجرى تسليمه إلى سوريا؟ وهل أن التهم الموجهة إليه تتعلق فقط بأنه دخل بطريقة غير مشروعة؟ سارة الحاف. حتى هذه اللحظة تبدو الجهات الأمنية متحفظة جدا على مصيره. منذ الصباح اتصلنا بأكثر من جهة معنية بقضية العقيد السوري المنشق، وكل ما قيل لنا إنه في يد القضاء. اسمه الحقيقي رضوان عيوش وليس محمود عباس كما قيل سابقا، وهذا هو الفيديو الذي تم تداوله. كان المسؤول المالي في كتيبة أحرار العاصي في القصير، هي الكتيبة التي اشتهرت قبيل سقوط القصير في يد الجيش السوري وحلفائه. عملية التوقيف تمت في منطقة حدودية وتحديدا عند حاجز للجيش في وادي حميد في بلدة عرسال. بيان قيادة الجيش قال إن توقيف المدعوين عمر محمود عثمان ورضوان محمود عيوش السوريي الجنسية جاء لمحاولتهما دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. السؤال الآن، هل العقيد عيوش العضو في المجلس العسكري للثورة السورية في القصير سيبقى في يد القضاء اللبناني أم يسلم إلى دمشق؟ مصدر لبناني على علاقة تنسيقية مع دمشق قال إن سوريا ملتزمة باتفاق التبادل على عكس لبنان الخاضع لضغوط، ولا يرحل موقوفنا لأسباب كثيرة تحت ذريعة حقوق الإنسان. قانونيا إذا أحيل عيوش إلى المحكمة اللبنانية يحق للدولة السورية طلب استرداده للمثول أمام المحكمة السورية. لكن في أوضاع كتلك الدائرة بين لبنان وسوريا حاليا قد يكون للسياسة والأمن أولوية على القضاء. أثار عرض تلفزيون إيراني فيلما يحاكي هجوما إيرانيا مضادا على إسرائيل، أثار مخاوف إسرائيلية من قوة الرد الإيراني إذا ما قررت إسرائيل مهاجمة إيران. منال إسماعيل. هذه ليست إحدى الألعاب الإلكترونية المعتادة، إنه فيلم مرعب. هكذا وصفت القناة الثانية الإسرائيلية فيلما عرضته إحدى قنوات التلفزة الإيرانية يحاكي هجوما إيرانيا مضادا على إسرائيل. إحدى قنوات التلفزة الإيرانية أرادت أن تصور لنا كيف سيبدو الهجوم الإيراني المضاد إذا ما قررت إسرائيل مهاجمة إيران. الهجوم بحسب الفيلم يبدأ بإطلاق طائرات من دون طيار صواريخ على أهداف إسرائيلية، ثم بعد ذلك عبر إطلاق دفعات من صواريخ شهاب الثقيلة. الأهداف تبدأ من الشمال مع كلية الهندسة التطبيقية في حيفا ومرفأ حيفا، تمر بمقر هيئة الأركان ووزارة الأمن وسط تل أبيب ومطار بن غوريون، وصولا إلى قواعد عسكرية ومفاعل ديمونا في الجنوب.
معلقون إسرائيليون اعتبروا الفيلم تطورا في أسلوب التهديد الإيراني الذي اعتمد على الرسائل الشفهية طويلا. قال الإيرانيون إذا تمت مهاجمتنا فسنهاجم تل أبيب وحيفا، لقد قالها المرشد الأعلى علي الخامنئي، لكن ما لم يفعلوه حتى الآن هو قول ذلك عبر عرض فيلم كهذا. المحللون السياسيون ربطوا بين عرض الفيلم وبين وصول سفن حربية إيرانية إلى سواحل الولايات المتحدة. قالوا إن التوقيت ليس عرضيا، فإيران تشعر بأنها قوية بسبب الاتفاق النووي مع الغرب، وفي الوقت نفسه تتلمس ضعفا أمريكيا. الإيرانيون تعلموا الضحك على العالم، تقول القناة الثانية. الرئيس الإيراني حسن روحاني يوزع الابتسامات في الأمم المتحدة. وزير الخارجية محمد جواد ظريف يوزع الابتسامات في جنيف ودافوس. لكن الإيرانيين يعرفون كيف يهددون أيضا. كل ما عرف عن سيناء في الأشهر القليلة الماضية أنها باتت مرتعا للإرهاب أو لحرب الجيش المصري ضد تكفيريين ومهربين، لكن في سيناء سكانهم اسمهم البدو، قد تكون حياتهم الصعبة جزءا من تمردهم. كيف يعيشون ومن هم؟ ريمي معلوف. أن يصنع عبد الله الشاي هنا أو يحتسي القهوة فليس في الأمر غرابة، هذا جزء من العادات اليومية لبدو سيناء. هذه شقيقته صبيحة تشاركه قهوة الصباح والكثير من المآسي وفقر الحال. هنا يقطنان. الله احنا عندنا شغلة روقة، ماشي مشاكل، الله المصاريف. أول حاجة المصاريف. المصاريف والله احنا. كيف المصاريف مشكلة؟ والله غارب من الحلال. والله احنا غارب. والله يا أخوي المصاريف. والله المعدة غارفة أنت، إنهن هذه نجيب من راعي جمعية، نجيب من سلب طحين لحد من عقدتني على الفطمة. على غرار عبد الله وصبيحة يعيش بدو سيناء أحوالا معيشية صعبة، وهم يشكلون 98% من سكان تلك المناطق الصحراوية المحاذية لإسرائيل، أي نحو نصف مليون نسمة. ولأنهم بمحاذاة إسرائيل فقد تعرضوا لغزوها، وبعضهم لا يزال يحتفظ بالهوية الإسرائيلية التي فرضت عليهم، ربما لأنها الهوية الوحيدة التي يملكونها. في ناس ما معهاش أصلا شهادة ميلاد، مش ما معهوش بطاقة، ما معهوش أصلا شهادة ميلاد. ليه؟ لأن هو ده ليه كذا سبب. السبب الأولاني إن هو موجود في مناطق بعيدة عن تجمع السكان بسبب تعقيد الروتين. يعني هو يقول لك أنا مثلا أروح من منطقة للعريش وهات إثبات هوية، وهات إن أبوك مثلا مصري، وهات ما يفيد إن أنت تسنين. بيعدي فترة معينة ما بيبقاش معاه شهادة ميلاد، يعني ما بيستخرجش شهادة ميلاد من البداية. تعز الهويات والأوراق الثبوتية، فلا يجد البدو في صحرائهم الشاسعة والصعبة سوى حيوانات أليفة تطعمهم من حليبها ولحمها ويطعموها مما يسره فقر الحال. وسيلة وحيدة تساعد عبد الله وصبيحة على الحياة، ازرعان القمح بقرض من جمعية أهلية يسددانه لو أثمر المحصول، ولكنه قد لا يثمر دائما بسبب ندرة المياه. كل السلطات المصرية التي تعاقبت على الحكم بقيت عاجزة أو رافضة لإيجاد حلول اقتصادية. ازداد الفقر فازداد الإرهاب، وازدادت معهما الاختراقات الإسرائيلية، لعل في الأمر أحد أبرز التحديات المقبلة للرئيس العتيد. والآن إلى الوقفة الاقتصادية في ظهيرة اليوم مع إليسار كرم. تفضلي إليسار. شكرا لك رامي. أهلا بكم. تراجعت إيرادات النفط اليمني بنسبة قاربت 24% عام 2013 ووصلت إلى 2,660,000,000 دولار. البنك المركزي أوضح أن انخفاض الإيرادات يعود إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط، فقد كانت حصة الحكومة 31 مليون برميل عام 2012، لكنها انخفضت إلى 24 مليونا العام الماضي. وأجبر انخفاض الإنتاج بسبب التوترات الأمنية أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بقيمة 251 مليون دولار. إنتاج النفط السعودي تراجع في كانون الثاني يناير بمقدار 56 مليون برميل، وأنتجت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 9,767,000 برميل يوميا، انخفاضا من 9,819,000. لكن مصادر مطلعة لفتت إلى أن السعودية زادت المعروض، وذلك باللجوء إلى ما لديها من مخزون.
دعا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين شهرستاني شركة ميتسوي اليابانية إلى الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتقديم عروضها في مجال النفط والطاقة. واعتبر شهرستاني أن بلاده تشهد نهضة شاملة في قطاع الطاقة، داعيا الشركات الآسيوية إلى الاستثمار في قطاع الكهرباء وتقديم عروضها في جميع المجالات المتعلقة بقطاع النفط والكهرباء والمشاريع الأخرى. كشف وزير البترول المصري شريف إسماعيل أن بلاده تنوي مضاعفة وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار طوال الصيف المقبل بواقع 250 مليون دولار شهريا، علما أن مصر تبيع منتجات نفطية كثيرة بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج. وعجزت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعمها للطاقة خشية إغضاب المواطنين، ويرى المراقبون أن البلاد لن تستطيع التغلب على مشكلات الميزانية بدون خفض فاتورة دعم الطاقة التي تلتهم خمس الإنفاق الحكومي. ارتفعت أسعار السلع الغذائية والأساسية في مصر 12% على أساس سنوي، ما يثير مخاوف من انخفاض القدرات الاستهلاكية وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد. أسعار الغذاء سجلت الارتفاع الأكبر ب 19%، ما يخفض قدرة المصريين الإنفاقية على الكماليات والسلع الإلكترونية ويؤدي إلى انكماش في الواردات ومبيعات هذه السلع. طلبت وزارة المالية المصرية اعتمادا ماليا إضافيا بقيمة 4 مليار و800 مليون دولار في إطار الحزمة الثانية المخصصة لتنشيط الاقتصاد المصري، وتساعد الحزمة في تحفيز الاقتصاد وتحقيق الانضباط المالي وفق وزارة المالية التي أكدت أنها تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. اكتشاف علمي مثير قد يكون منعطفا هاما في العلوم الفضائية. علماء أستراليا وصلوا إلى أقدم نجوم الكون. زياد عتاني. هو اختراق كوني هائل، هكذا وصف اكتشاف النجم الجديد في الساعات القليلات الماضية. عمره 13 مليار عام، فاستحق لقب أقدم نجوم الكون. ولأنه كذلك فقد يؤدي إلى فهم أصل الكون ومعرفة الحاجات المقبلة لبني البشر، هكذا قال العلماء الأستراليون مكتشفو النجم الجديد. النجم المكتشف تشكل بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم قبل 13 مليار عام. استغرق رصد النجم 11 عاما. وفق المعلومات الأسترالية فإن النجم يبعد 6000 سنة ضوئية من الأرض. هو واحد بين 60 مليون نجم قام التلسكوب سكاي مابر بتصويرها في أول سنة له. بهذه الخطوة العلمية يستطيع العلماء أن يقولوا أنهم حصلوا على مادة من أول جيل من النجوم. هذه قطعة من أحجية علمية كبيرة سيضعها الإنسان في مكانها الصحيح بحسب دكتور كيلر كبير العلماء الأستراليين. لا شك في أنه هو الآخر وضع بصمته على التاريخ الحديث. ومن أقدم نجوم الكون إلى نجوم الرياضة، الوقفة الرياضية في الظهيرة مع عبد الرحمن عز الدين، تفضل. شكرا لك رامية. السلام عليكم. الفريق الروسي للتزحلق الإيقاعي يمنح الدولة المضيفة باكورة ذهبياتها في أولمبياد سوتشي الشتوي. فوز الروس جاء بعد 7 جولات متنوعة تفوقوا على الفريق الكندي صاحب الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى الفريق الأمريكي. وثبة هائلة قام بها البولندي كاميل ستوخ منحته ذهبية مسابقة القفز من المنصة. ستوخ وثب 103 أمتار ليحصد 278 نقطة، تفوق على سلوفيني بيتر برافتس بفارق 13 نقطة، واحتل النرويجي أندرياس باردال المرتبة الثالثة. ألمانيا كانت على موعد مع أولى ذهبياتها، فيليكس لاخ تفوق على جميع منافسيه في تزلج اللوح، قام بأربع جولات في 3:27، تاركا الفضية للروسي ألبرت ديميشينكو، ونال الإيطالي أرمين زويغلر البرونزية.
قمة الدوري الأردني المؤجلة من المرحلة الثانية حسمها الفيصلي مع غريمه الوحدات ليشعل المنافسة على الصدارة. إبراهيم زواهرة سجل هدف المباراة الوحيد بعد دقيقتين فقط على صافرة البداية. الوحدات تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، لكنه بقي في الصدارة مع 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة على البقعة الوصيف. أما الفيصلي فرفع نقاطه إلى 14 في المركز الثالث. فوز أفريقي للزمالك في أول مباراة قارية تحت قيادة مدربه الشاب أحمد حسام ميدو. نادي القلعة البيضاء وضع قدما في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا بفوزه بهدفين على ضيفه دوان بطل النيجر. الجماهير حضرت في استاد القاهرة على عكس البطولة المحلية. أشعل البعض الألعاب النارية ما يهدد بفرض عقوبات على بطل أفريقيا 5 مرات. مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في وقت لاحق من الشهر الحالي، ويكفي الزمالك التعادل أو الخسارة بفارق هدف ليحجز مقعدا في الدور المقبل. عصفوران بحجر واحد أصابهما ليونيل ميسي بتسجيله الثنائية في شباك إشبيليا. النجم الأرجنتيني بات أفضل هدافي برشلونة على الإطلاق وخامس أفضل هدافي الليغا تاريخيا. البرغوث فض شراكتهم مع سيزار ورفع رصيده من الأهداف إلى 226. ليو الذي قاد البارسا إلى الفوز بأربعة أهداف لواحد قلص إلى 25 هدفا المسافة مع الهداف التاريخي للليغا تيلمور زارا. ويتخلف ميسي في الترتيب عن مواطني ألفريدو دي ستيفانو وراؤول غونزاليس والمكسيكي هوغو سانشيز وتيلمو زارا. فوز صعب حققه ريفر بليت على ضيفه خيمينيسيا في افتتاح مبارياته في اياب الدوري الارجنتيني لكره القدم. ليوناردو بونزيو سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقه 45 ليحصد ريفر 3 نقاط متساويا مع 5 فرق على سلم الترتيب العام. ريال مدريد يحسم كلاسيكو إسبانيا بفوزه على برشلونة ويتوج بطلا لكأس الملك بكرة السلة. النادي الملكي قلب تأخره بفارق 4 نقاط نهاية الشوط الثاني إلى فوز بفارق نقطة واحدة. أحرز لقبه 24 لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة بفارق لقب واحد عن البرشا.